تفرق زينة إلى صدارة الدوري الموريتاني من جديد بعد السيطرة على الغواصة البرتقالية أفسن وديبو في لقاء اليوم. الكل كان يترقب هذا اللقاء ويستعد له. أفسن وديبو قبل انطلاقة اللقاء كل لاعب على حدة يتم تدليكه ومعرفة مدى جاهزيته قبل خوض اللقاء، والكل يستعد، فاللقاء ليس بمثابة النزهة. وفي الأخير نجح أبناء الفرنسي إريك ماري في كسب الرهان وتحقيق الانتصار بهدفين دون رد، حيث كان نجم اللقاء لاعب الوسط يعقوب دنا، بينما ظهر البرتقالي مرهقا مستسلما لواقعية تفرق بينه والتي كسبت بالتعادل. وظهر الفرنسي إريك ماري اليوم بمنطقة وسط قوية تركت الخصم في حيرة من أمره وضيقت عليه الخناق ولم تترك مجالا لأي متسع أو مساحة يتحرك فيها أبناء المدينة الاقتصادية بحرية تامة، حتى قال المدرب القاسم: نحن لم نكن في يومنا وتفرق زينة كان هو الأفضل واستحق الفوز. رغم كامل الفوز تفرق زينة فوز متحقق، مستحق، استحق ويفوز به، ونحن جبرنا فرص وكنا اللي سجلناهم ممكن ان نعود في المباراه. عاد اذا تفرق زين لصداره الدوري وبفارق نقطتين عن اقرب الملاحقين سنيم كانسادو، وياتي لكسر في المركز الثالث وبفارق نقطه ليشتد الصراع من جديد على بطوله الدوري. فهل ينجح تفرق زين في الحفاظ على صدارته مع العلم ان ذلك ترتيب سنيم كانسادو يعلق اماله على مباراه العوده ضد تفرق زين على أرضه وأمام جماهيره هناك في المدينة الاقتصادية؟ وتلكم محطة إثارة أخرى تنضاف لقاموس تشويق دوري هذا العام.